نقطه يا جماعه. يا تيسير باشا، هنجيب الكاس ازاي عشان نروح من هنا بقى؟ انت فاكر الموضوع بالسهوله دي؟ الطريق لكاس امم افريقيا مليء بالصعوبات والمخاطر. صعوبات ايه؟ هنلعب الجزائر؟ لا، هنتبع الخريطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، الخريطه بتقول عند ظهور شجر الميسي ميسي اعطي له زهرك. شجر الميسي ميسي اعطي له زهرك، ثم قم بالدوران 360 درجه. بس كده، ثم انظر الى اليسار وقم بعد 10 خطوات وانت تنظر الى الاعلى. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بالشفاء يا باشا، يلا بينا يا عصفور. ده وقع يا دكتور. يلا بينا يا عصفور. يلا ايه؟ الجدع هيموت يا دكتور. يعني أنت اللي فحرت له الفحرة دي؟ أيوه أنا، ده أنا دخت لحد ما لقيت حفرة على مقاسه. أيوه بس ده كده ممكن يموت. ولا هيموت ولا حاجة. خلينا إحنا نرجع مصر بالكاس وهو يرجع مصر بفضيحة. ايوه بس احنا هنرجع بالكاس ازاي يعني اذا كان هو اللي معاه الخريطه؟ الخريطه معايا يا قفص، الخريطه اللي معايا دي خريطه ليبيا. يا ابن اللعيبه يا دكتور، عارف الغابه دي بتفكرني بحديقه الاسماك عندنا، بس هنا حيوانات وهناك اسماك. هناك لا حيوانات ولا اسماك. الواحد هنا ممكن يجيب القطش بتاعه ويظبط ولا اي حد هيضرب بيه. صح؟ مالك يا دكتور؟ في ايه؟ في ايه؟ يا نهار اسود، ثعلب! اجري يا دكتور! اجري فين يا غبي؟ عصفور انت غبي، ولو انا مت مش هتعرف تتصرف هنا لوحدك. عصفور! لقد وجدت هذا. سأستبدلها بثلاث بقرات. أربع بقرات. ثلاث بقرات. أربع بقرات. ثلاث بقرات. أربع بقرات. ثلاث بقرات. بقول لك يا أنت وهو مش عايزين هزار بوابين. يا لهوي! أنت متأكد إن الكاس هنا؟ وأنا يعني جايبه من بيتنا، مش دي الخريطة اللي كانت مع تيسير؟ ما هو ده اللي قلقني يا دكتور. كده يبقى كمان قدام 5 متر. 1 2 3 4. اهو الكاس، اهو اهو اهو. انزل انزل انزل. بس استنى، ازاي بالسهولة دي؟ ما هي حاجة تقلق الصراحة. احنا ما كملناش يوم. يلا خش هاتوا عصفور. لا ما انا اصلي لو دخلت جبته وحصل لي حاجة انت مش هتعرف ترجع مصر من غيري. ما انا لو دخلت جبته وحصل لي حاجه انت مش هتعرف تعيش من غيري. على السكه وعلى الدغري كده انا قلقان. خش يا دكتور. خش انت وانا حامل منك ظهرك. خش يلا انا معاك اهو. عصفور انت ايه اللي حواليك ده يا دكتور؟ انا اتجمدت يا عصفور. اتجننت ازاي يعني؟ اتجمدت زي الجيلاتي كده. وهذا عقاب من يتجاوز الحد. يلا بينا. حد ايه ده الكاس ده بتاعنا احنا اللي كسبنا غنى وخدناه. انتوا حتى اصلا ما عندكوش فريق كوره. اخرس والزم حدك واعرف جيدا مع من تتحدث ايها المزد الوسيم. لا يا ابله، فقره السحر دي مش هتخش علينا. فك الجدع وادينا الكاس وخلينا نخلع من هنا من سكات بدل ما هينك. انا الساحره اتولدت ولا يجرؤ احد على اهانتي. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ وكيف أتيت؟ والمصحف ما أعرف، أنا امبارح رحت للساحرة إياها، ثبتت بيرم ولقيت نفسي برجع بالعكس زي مصطفى قمر في أغنية منايا، عارفه؟ آه بتاع أصحاب ولا بيزنس، صديق هاني سلامة. بالظبط، الله ينور عليك هو ده. هذه المرأة ليست بالسهولة التي تتوقعها. ما أنا مستغرب ياما يا جدع، بغض البصر عن إنها مرة، إزاي تخلوا شخصية قذرة زي دي تحكمكم يا ماضو؟
لقد كان لنا ملك شديد قوي. وماذا حدث له يا مامادو إذن؟ لقد انتزعت منه هذه الساحرة الملك. بقولك يا مامادو، عالسكة وعلى الدغري كده، أنا لازم أروح أنقذ بيرم وأرجع بكأس أفريقيا، غير كده مش هياكل. فلنذهب إلى الملك الذي انتزع منه الملك فعنده الحل. الملك كاكا. اسمه إيه؟ كاكا. هي اسمها توليت وهو اسمه كاكا؟ أنا عايز أمشي يا عم من قلب المراحيض دي. إذا ما أنت نام في هذا الكهف وفي الصباح رباح. أنا هنام في الأورتال ده؟ نعم. إذا إذا كل الأورتال فينا مسانيس برضه. لا لا لا، إنه به بعض الناموس. بليز هيلب، بليز هيلب مي أوت. بليز بتعمل إيه يا خواجة؟ بتصور إيه يا خواجة؟ نو نوت لايك ذيس. إيه ده، موز وبرتقال؟ By the way, I am human. Baby. يا خواجة. لقد سلبتني توالت ملكي بشهرها. لا مؤاخذة، يعني الدماغ مش واصلة، مش حاطة ايدي على البلف. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ لم أكن أتوقع أن قبلة ستكلفني كل هذا الثمن الباهظ. هو أنت تنزلت عن ملكك كله مقابل فرنشاه؟ ليس هكذا الوضع. استمع إليه جيدا. قامت توالت بوضع تعويذة في فمها يتم تفعيلها عندما أقبلها في فمها. شفت آخرة النجاسة؟ عندنا في مصر اللي بينجس عربيته بيخيش يا معلم، وانت نجست الغابة كلها. وهكذا سلبت منك الملك وزادت في قوتها كساحرة. تماما، هذا ما حدث. طب واحنا ازاي يعني لمؤاخذة نقدر نبطلها سحرها ونرجع لك ملكك وارجع انا بالكاس؟ انت جاي تتكسف دلوقتي؟ قول يا عم، ما خلاص انت كده كده سقطت في نظري. كما قبلتني في فمي ونزعت ملكي مني بشهرها، يجب أن أقبلها في فمها كي أبطل سحرها. أنت مخترع القصة دي كلها عشان تأنبس البيت؟ وقف أنا والراجل الطيب ده قرايل. لا على جثتي يا مامادو، الراجل ده مش محترم. لا حياة في العلم يا النبي. لا أنا جاي أجيب كاس أفريقيا، مش جاي أقف هنا أوراني. عندك حل تاني ولا أخلع؟ يوجد حل آخر يا صديقي. شفت، قلتلك الراجل ده مش محترم، أول ما ضغطت عليه طلع بحل تاني. راجل قاذر. ما هو يا كاكا؟ إذا شربت دمعة من دموع توالت تعود إلي قوتي وملكي وشبابي. وهي ماذا سيحدث لها يا ملك الفرنشات؟ سيذهب عنها سحرها، سيبطل. وكيف نجعلها تبكي هذه العجوز الشمطاء؟ يا لك من موز وسيم. ربنا يكرم وصلك. يلا بقى سيبيني امشي واديني الكاس. لن تمشي، سوف احتفظ بك عندي. تحتفظ بيا؟ لا، طب اقول لك حاجه تانية بقى، سيبيني امشي واحتفظ بالكاس. يا لك من عسل. عسل؟ انا ملاحظ في نبره كلامك اني بتشيط. انا عايز امشي. لن تمشي من هنا، أنت ستصبح زوجي إلى الأبد. زوجك؟ إيه التلبيسة دي؟ لا يا ستي، شوفي حد غيري. أنت لا تملك الرفض، هذا قراري وسينفذ، وإلا سأغمدك مرة أخرى. يا حراس أقيموا الأفراح.